المختار بن عوف المعروف بأبي حمزة الشاري، خطبته الشهيرة يا أهل مكة، فيها من الوثائق، فيها من مراعاة الحقوق، ومن خطبته ومن خطبه يقول: أيها الناس، سألناكم عن ولاتكم هؤلاء فقلتم: والله الذي نعرف. قلتم: أخذوا المال من غير حله فوضعوه في غير حقه، وجاروا في الحكم واستأثروا بحقوقنا وفينا فجعلوا هدولة بين أغنيائهم وذوي الشرف منهم، وجعلوا مقاسمنا وحقوقنا في مهور النساء وفروج الإماء، فقلنا لكم: تعالوا إلى هؤلاء الذين ظلمونا وظلموكم وجاروا في الحكم فحكموا بغير ما أنزل الله، فقلتم: لا نقوى على ذلك، وددنا أن أصبنا من يكفينا، فقلنا لكم: نحن نكفيكم، ثم الله راع علينا، إن ظفرنا لنعطين كل ذي حق حقه. فجئنا فاتقينا الرماح بوجوهنا والسيوف بصدورنا، وجعلنا الله علينا راعيا كفيلا، لئن ظفرنا لنعطين كل ذي حق حقه. فعرضتم دونهم فقاتلتمونا فأبعدكم الله، فوالله لو قلتم: لا نعرف الذي تقولون ولا نعلمه، كان أعذر، مع أنه لا عذر للجاهل، ولكن أبى الله إلا أن ينطق بالحق على ألسنتكم ويأخذكم به في الآخرة. هذا بيان الإنصاف، بيان الدفاع عن حقوق الناس، بيان أن الإنسان يسعى لإقامة الحق والعدل، شاركه الناس أو لم يشاركوه.